يرسم البهجة ويرسم الفرحة. وكذلك نحن نحب نقولكم إن شاء الله بنبدأ إن شاء الله بعد المغرب، لأن صلاة المغرب قريبة، وإن شاء الله بعد صلاة المغرب بتكون عندنا الفعاليات، بتكون عندنا أحد الشباب محضر قصيدة بيشارك، وفي كلمة لأبناء السقاطرة في دولة الإمارات، كلمة يعني رسمية، وكذلك في كلمة من الدكتور سالم بن علي بن أرخمة شويهي، والريال يال من أبوظبي، وكذلك الدكتور سالم بن علي بن أرخمة شويهي هو اللي بيكون راعي الحفل، هو مكلف إنه يكون راعي حفل الولاء من أبناء السقاطرة المقيمين في دولة الإمارات، واللي يرسلون رسالة طيبة بأن خير الإمارات يعني واضح للجميع وموجود عندهم وعند أهلهم في جزيرة سقطرة. وطبعا الوضع في جزيرة سقطرة مثل ما أنتم تعرفون ولا يخفى على حد، أن نحن ابتلينا بشخص أتى إلى محافظة جزيرة سقطرة، وهو المحافظ يتبع أجندة تدفع الإصلاح التابع للإخوان المسلمين، والذي هذا الحزب يناهض المشاريع الخيرية لدولة الإمارات، فأصبح المحافظ حجرة عثرة على تطوير جزيرة سقطرة.